أنا مشكلة بس الشخص نزرع له بأحسن مطرة عيديلي ونحط عظمه وكل شيء نسي باش نلاقي نلاقي الوجه غير كله عأبشع. نحنا أنا شخصيا بشتغل فيزاجيزم يعني ببلش بالوجه بعبي الوجه بعمل بروفا قبل أنا شيء تمبروري وبعدين بلحقه بالزرع وبزرع العظم على الزرع وبعدين مش ما حنشوف أيام نعبي الوجه نحنا بسيراميك كأنه نيري منعبي تحت كمان اكريليك كأنه نيري منرجع الشخص كأنه 20 سنة لورا لأنه مع الوقت مع تقبيل أسنان ممكن نخسر عظم ممكن شكل العظمي مع الوجه يتغير والمختبر ما عنده الوجه عنده العظمي الحنك تبعنا هيدا أزداد إناف لازم نشتغل نحن بالوجه وبعدين نمر على الحالات لحتى النتيجة النهائية تطلع بيرفكت وتطلع شوف.